بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح الإضافات على برنامج الريفيت اللي هي الإضافات المجانية من موقع أوتوديسك أب ستور. هتكلم النهاردة على كوبي ليجند. كوبي ليجند من الإضافات المهمة اللي ممكن نضيفها ليه برنامج الريفيت ونستفيد بيها كتير. إزاي؟ أنا عندي كوبي ليجند، إن أنا باخد أي ليجند من شيت معين وبضيفها على الشيتات التانية اللي موجودة عندي في الفايل، أو إن أنا بضيفها على شيت معين أنا عايزة أضيفه عليه. طيب هنعرف الكلام ده إزاي؟ هنشوف مع بعض. أول حاجة إزاي إن أنا أضيفها على برنامج الريفيت، أنا بعمل داونلود، طبعا عندي هنا فري داونلود، بعد ما أعمل أكاونت على موقع الأوتوديسك، وده اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده كتير لما شرحت البلاجنز في أوتوكاد وفي الريفيت. زي ما قلت قبل كده يفضل يكون برنامج ريفيت مقفول وانا بحملها، او لو مفتوح بقفله وافتحه تاني لو ما ظهرتش عندي. هنروح على برنامج ريفيت ونشوف ازاي ان احنا نتعامل مع الاداه دي. زي ما احنا شايفين ده برنامج ريفيت، وادي الاداه اتحملت لي اللي هي كوبي ليجند. اتحملت فين؟ عندي هنا في المنيو بار في حاجه اسمها دي فري تولز، اتحملت لي فيها. طيب ايه هو الليجند؟ الليجند عندي هو موجود في الجنب هنا، عندي هنا في البروجكت براوزر في هنا ليجندز، عندي ليجند 1، ليجند 1 اللي هو ده، شايفين ده؟ هو ده ليجند 1 ومكتوب تحتيه اهو، كويس؟ انا لو دوست هنا على ليجند 1 عشان اشوفه اهو، هدوس عليه بالشكل ده، هو ده الليجند اللي عندي. طيب انا عايزه احط الليجند ده في شيتس، عندي الشيتس هو موجود عندي في شيتس A101، عايزاه يتحط لي كمان في A02 و3 و4. لو انا فتحت بقيه الشيتات اهي هنلاقي ان الليجند مش موجود فيها، يبقى انا عايزه اضيفه على الشيتس التانيه. طيب اضيفه ازاي؟ هرجع تاني للشيت اللي فيه الليجند واخده كوبي ليجند، كويس، واقول له اوكي، واجي اعمل كده احدده من بعيد كده اهو، شايفين حددته بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وارجع تاني على دي فري تولز افتحها واقول له كوبي ليجند، وهلاقي هنا كل الشيتات موجوده اهي من 1 لحد 4. انا هقول له تشيك اول، كويس، وبعدين هقول له اوكي، فتحهم لي هنا اهو. هنيجي نلاقي ادي اهو موجود في 2 وفي 3 و4، يبقى دي اضافه الليجند من شيت لشيتات تانيه. لو انا قلت اندو بالشكل ده وعملت هنا كوبي ليجند تاني اهو، وجيت قلت له دي فري تولز وفتحتها تاني بالشكل ده، انا عايزه واحد بس، مثلا اختار A104 ده اللي انا هدوس عليه، كويس، واقول له هايد ان شيك، واقول له هايد من هنا، بيشيل لي اللي انا مش عامله عليهم شيك، كويس. طيب انا هخليهم زي ما هم مش مشكله، وهاجي اقول له اوكي. هاجي اشوف بقى عندي اهي 102 مفهوش، 103 مفهوش، وعندي 104 هو ده اللي موجود عندي في الليجند اللي انا اخترته. زي ما احنا شايفين دي اداة من الادوات المهمة اللي ممكن نضيفها لبرنامج الريفيت وتساعدنا كتير واحنا بنشتغل في البرنامج. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. زوروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.